وبآخر فقراتنا لليوم رح نروح لعالم الهاند ميد، حنحكي عن تصاميم الأعمال اليدوية مع صبية كان لها مشروعها الخاص. نحكي أكثر عن تفاصيل هذا المشروع، إيمت بلشت فيه، شو هي أهم الأعمال، واليوم هدول الموديلات منين عم تستوحاهم؟ هل اليوم هي يعني كمان مصممة جرافيك اليوم حتى ضيفتنا، فأكيد هذا الشيء بيساعدها لحتى ترسم بخيالها أو ترسم على الكمبيوتر كل الأشكال اللي هي حاببتها. رح نروح لعند ضيفتنا لليوم وهي مصممة الأعمال اليدوية مرام الرواس. صباحك يا مرام. صباح الخير، كيفك؟ صباحك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني هذا المشروع صار كثير من الصبايا عم يقوموا فيه يمكن بظل هاي الظروف الصعبة، وأنت دائما مرام عندك شيء جديد، اليوم في عندك قطع جديدة عم تستوحيها من الورد، خلينا نحكي شوي عنه. هلا نحن من البدايه انتم بتعرفوا انه انا بشتغل من زمان اشغال يدويه، فمجال الاشغال اليدويه ما بيوقف بمكان، فنحن كل فتره عم نصور عنا شيء جديد. تمام. فهلا الجديد هو ورد الساتان، اذا شفتي انه هو كثير دارج هي الفتره. فانا حاولت اتعلم هذا المجال وضيف عليه لمستي الخاصه، يعني مو بس ورد ساتان، تعلمت الورد مع اضافاتي الخاصه، الورق الاخضر، الكريستال يلي احنا عم نحطه مع الورد، كمان اللولو اللي نحن عم نحطه مع الورد. عم حاول اعمل شيء خارج المألوف او مثل ما بيقولوا خارج الصندوق. يعني بجيب اللولو مثلا ابيض ساده، انا عم حاول اعمله بالوان ما له موجوده بالسوق، مينيكور، سنجي، قصه، كرمال انا اعمل شيء مميز بخصني انا بس طابعي انا ما له موجود بمكان ثاني. طيب هاي القطعة اللي بإيدي مرام، يعني قد ايه بتاخذ معك وقت اليوم؟ ويمكن يعني حتى مختاري الألوان اليوم هيك بنروح بعضها مثل ما بنقول، يعني دخلتي لها لولو، يعني دخلت لها لولو ودخلت لها هاي شغلك كمان اليوم، حتى الورق لفه انا لافتة. هلا الفكرة انه انا اول ما بلشت اتعلم واشتغل وهيك فكثير كان ياخذ معي وقت. مثل ما بتعرفي انه نحن لما بدنا نعمل الفينش بالنهايه يعني اخر شيء القطعه لحتى نظهرها بهذا المظهر كثير بتاخذ وقت، انه كيف نسقها انا بطريقه صح، حط معها شو اللون المناسب معها، يعني حتى الاخضر له درجات كثير، مو اي اخضر فينا نضيفه معها. فاخذت معي اول قطعه تقريبا شي 3 ايام، بعدين بلشت هيك شوي شوي اتعود. تغيري بتبدلي بتقولي لا رح ارجع زبط هيك، يعني بتغيري الموديل كم مره بهالثلاث ايام؟ والله بغيره كثير لانه مثل ما بتعرفي بوكي الورد له كثير موديلات، مدور فينا نعمله مستطيل، فينا نعمل انه اعلى درج مثل ما بيقولوا مدرج، يعني في عندنا كثير موديلات، فنحن بدنا نحاول نختار الموديل حسب اللون، يعني حسب اللون بيلحق الموديل غالبا. بصيري ابدع الواحد شوي شوي. طبعا. كمان في عندك تصاميم خشبيه والوان اللي عم بنشوفها قدامنا على الطاوله، كمان هدول التصميم الخشبي اللي بايد رشا، كمان هذا شغلك؟ هلا التصميم انا عاملته، احنا عاملين من قبل، حكينا من قبل انه انا حتى بشتغل خشبيات وبليكسي، فانا فيني صمم الديزاين اللي انا بدي اياه خشب او بلاكسي، وضفت له هلا الشيء الجديد اللي انا عم بشتغله، ضفت له الورد. حتى اليوم هي هذا الورد وهذا الخشب، يعني ديزاين كثير حلو، صرنا نشوف اليوم في صبايا وشباب عم يروحوا للمشاريع المتوسطه والصغيره، كرمال خلينا نقول من باب الهواي، من باب الابداع، وبالكمان هو باب رزق. وشفنا اليوم المعارض، شفنا البازارات قديش اليوم عم تسهل عملية نشر هاي القطع على السوشيال ميديا، موضوع التسويق، صفحات الانترنت، عملت حركة كبيرة بهذا الموضوع. تماما، يعني وكثير ضروري، وخصوصا بهي الظروف الصعبة صرنا نشوفهم يبلشوا بالاكسسوارات بهي القطع، وحلوة يعني قطع زينة، ويمكن اسعارها مانا كثير. اسعارها شلون يا مرام؟ لا الفكره لما انت بتكوني كيف عم تبيعي؟ لما بيكون عندك محل انت بيكون عندك التزامات، بيكون عندك فواتير واجار محل وكذا، لما انت عم تبيعي اونلاين انت ما عندك هي المدفوعات كثير، فانت فيك تبيعي بسعر اقل من سعر السوق. تمام؟ الفكره كمان انه انا شاركت ببازارات، سوقت لمنتجاتي عن طريق بازارات، الحمد لله كثير لقيت اقبال كبير، كثير حبوا الديزاينات اللي انا عم بعملها. الفكرة انه في كثير صبايا عم تشتغل بهذا المجال،
بس كل صبية عم تشتغل بهذا المجال عم تحط بصمتها هي، عم تحط طابعها هي. يعني مستحيل تقدري تلاقي مثلا صبية بنوتة شاغلة نفس القطعة، ممكن تعمل ورد ممكن تعمل نفس اللون بس ما بتقدر تعمل نفس الطبع. اكيد حلو التغيير او ما يكون شيء تقليدي انه شخص يقلد شخص ثاني. طيب مرام، اليوم كثير من الصبايا مثل ما ذكرتي عم بيشتغلوا هذا الشيء، بس في منهم يمكن ما بيعرفوا يسوقوا لمنتوجاتهم، عم يكونوا بس محصورين انه بالشيء او الناس اللي بتعرفهم. كيف اليوم ممكن انه يقدروا يسوقوا؟ هلا اول خطوه انا بلشت فيها لما بدي بلش سوق، بلشت عملت صفحه اونلاين. بعت اونلاين، يعني صفحه فيس، صفحه انستا. بلشت كرمال انا ما يكون عندي مثل ما قلت لك صبيه لما بتبلش جديد ما معها راس مال كبير، كرمال هي تفوت بمكان يكون غالي او بدها تدفع مدفوعات كثير. تمام. فاول شيء بنصح الصبيه انه هي تبلش اونلاين، كلياتنا بايدينا موبايل طول النهار، فهي تبلش تستخدم النت او تستخدم هذا الموبايل اللي بايدها بشيء مفيد. شغله ثانيه كمان على الموبايل، انه بيجوا بيقولوا لك الصبايا انه انا حابه بلش مشروع بس انا ما بعرف اعمل شيء ومو قدرتي اعمل دورات او شيء. طيب اليوتيوب عم يعلمنا اليوم، صار كل شيء، يعني اي شيء نحن بدنا نشتغله او بدنا نتعلمه فينا نتعلمه عن طريق يمكن راس المال ما كثير بهاي المهنه، خلينا نقول او بهذا الورد راس ماله كثير كبير يعني؟ لا هلا راس ماله كثير صغير، او يمكن هو فرصه للناس اليوم تبلش براس مال صغير تماماً. لتعمل شيء تطور. معك عده كانه مرام، شو معك فرجيني؟ هلا الفكره انه انا اليوم جايه اورجيكم انه نحن بنشوف فينا نبلش. اليوم جايه اسكر الطرق على كل العالم اللي بيقولوا ما فينا نشتغل. يلا علمينا لنشوف، اعطيني. هلا الفكره هذا شريط ساتان، في حدا ما عنده شريط ساتان بالبيت؟ طيب اوكي ما عندنا نشتري. نشتري. هو ماله غالي تمام، يعني انا عم ليش بشغلات هي كثير بسيطه. والفكره انه انت لما بدك تبيعي انت قادره تبيعي بمبالغ يعني مضاعفه تمام. يعني مثلا شريط الساتان لنفترض 10,000، الباقه فيك تبيعيها ب 100,000 تمام. هي بالنهايه تعب، يعني تعبك ومجهودك، بدك تحطي لها كريستال، بدك تحطي لها لولو، يعني بتاخذ وقت. تمام، بتاخذ وقت وبتاخذ شغل كثير. انا قلت لك في قطعه بتاخذ معنا 3 ايام. تمام، بس انا عم ورجي الصبايا انه نحن فينا نطلع مردود مادي. طيب نحن شفنا الساتان، فرجينا مرام كمان شو جايبه. عندنا كمان احبال الكريستال. حلو. تمام، نعرضه هيك على الكاميرا او تمام. حلو، حبل حتى لونه يعني فيه لمعه كثير قويه وحلوه. تمام، الكريستال في منه كثير الوان. هذا كيف بدك تستخدميه بقلب الباقه؟ تمام. الفكره انه نحن بيجي عندنا مثل ما في خيط عادي، في خيط معدن نحن ضايفينه هون. هذا الخيط النايلون فينا نقول عنه خيط معدن. لك هذا الخيط المعدن نحن فينا ناخذ الشريط المعدن ونضم بقلبه الكريستالات. هلا في صبايا سالوني انه ليش نحن بدنا نستخدم معدن ما مثلا نستخدم خيط النايلون اللي انت قلتي لي عليه، لانه انا بدي اياه يعطي هي الجماد. تمام، يجمد بين يكمل بعضه مع اللولية. تماما. فانا هلا هون انا مستخدمه خيط النايلون بالباقه الثانيه باللولو الصغير. بس الكريستال كمان حجمه ثقيل، يعني الكريستاله ثقيله حجمها ثقيل، شو يحمله؟ تمام، بدي شيء يحمله، فانا مضطره اني استخدم معدن. هذول شو بالثاني؟ هلا في شغلات ثانيه انه نحن فينا نضيف للباقه سناسل، فينا نضيف خلينا نشوف او لولو يعني هيك. في عندنا كمان هدول القطع اللي لسه ما حدا ضافهم للباقات. الاضافات حسب ما بينطلب منك ولا انت حسب ما الاضافات حسب ما انت بدك تضيفي. هدول القطع كلياتنا بنعرفهم. تمام، كمان نحن فينا نضيفهم مثلا لتعليق لايد الباقه اللي نحن عاملينها، كرمال تعطي مثلا موديل حلو، فينا نضيفهم للقطع الخشبيه مثل ما شفتوا دارج الطارات الخشب اللي دايره ورود مثلا، ممكن ننزل منها هدول التعليقات فبيعطوا جماليه حسب لون ديكور البيت. تمام، فنحن عندنا هيك بحر يعني. طيب مرام، بموضوع الحفلات وتنسيق الورود، اليوم عم تستخدمي الورد الطبيعي او الاصطناعي؟ وشو هي اليه اليوم وقت ما تروحي انت يعني بتنطلبي لحفله لتكوني انت المنظمه بالديكور والتصاميم؟ هلا المتعارف عليه بتنظيم الحفلات، اول ما تفوتي كورس او تفوتي دوره لتنظيم الحفلات بيقولوا لك بولين، فانا حبيت اكسرها لهي القاعده انه حاجه نعمل عيد ميلاد بولين، عرس بولين، ايه فانه حاجه بولين خلاص يعني.
فالتفتت للورد الطبيعي، عملت شيء بالورد الطبيعي. فاجتني صبيه بنوته قالت لي انه انا حابه اعمل شيء لحفلتي بس يضل عندي، يعني انه ما بدي اياه يخرب مثلا بعد يومين ثلاثه. فخطرت لي فكره انه انا بلش بالصناعي بالورد. اي نعم. بالورد الصناعي. هلا الورد الصناعي بالسوق كثير صاير سعره كثير صاير سعره غالي كثير، بس يمكن ارحم من الطبيعي مثل ما بيقولوا. لا يعني. الصناعي اغلى من الطبيعي لانه بيقولوا لك بيضل اكثر بيضاين اكثر. اي فانا لما نزلت على السوق شفت اسعار الورد الصناعي الصراحه انصدمت. يعني قلت لنرجع للبولين؟ قلت لنا لا، قلت اذا ما بدنا نرجع للبولين شو بدنا نعمل؟ يلا يا بنت بدي اتعلمي الورد. حلو. فتعلمت الورد وبلشت انا اضيفه لتنسيقاتي. هلا اللي موجود بالحفلات وهيك لقواص المعدن الدوائر باحجام مختلفه. فنحن لما بدنا نبلش اول شيء بالتزيين هن بالعاده بلفوا عليها بولين، انا بلشت لف عليها ورود. ورود باحجام مختلفه. كمان العروق الخضراء كثير بتلعب دور، كمان هي كثير سهله. ومثل ما قلت لك طول ما نحن بدنا نلف على معدن فنحن فينا نستخدم الشريط المعدن وفينا نستخدم حتى خيوط عاديه للف على المعدن. مرام شو الجديد عندك؟ حضرتك بلشتي بالاكسسوار، بعدين يمكن في كان لك كمان مشروع الصابون اليدوي طبعا. وايضا هلا اللي عم نشوف الورود والزينه، شو الجديد اللي عم تحضري له؟ هلا بالك شيء معين؟ هلا الجديد انه انا اجمع كل هذا الشيء اللي انا عم بشتغله وضل عم طوره لحتى نوصل لشيء اعلى. الفكره انه انا قلت لكم من قبل مجال الهاند ميد ما بيوقف بمكان، يعني انا حتى بشتغل صوف وبشتغل شموع. حلو. يعني جامعه الحمد لله كل شيء بالاشغال اليدويه. وقادره تعدلي فيه على طول تماما، دخلي شيء جديد. لانه كل فتره يعني عم يطلع شيء جديد. هلا السنه الماضيه على الصيف مثلا الاكسسوار كثير دخل له صدف. هاي السنه ما بنعرف شو لسه ممكن يعني يطلع لنا هيك شغلات جديده على الصيف. والفكره انه الحمد لله انا يعني هيك ببيئه كثير داعمه لي، يعني ماما ورفقاتي تمام. فانا يعني على طول عندي حدا عم يدعمني انه مرام طوري، مرام ما توقفي بمكان. والحمد لله ان شاء الله بتسمعوا اخبار حلوه ان شاء الله بهذا المشروع. بنشوفه مشروع ناجح عند مرام مثل ما قلتي اليوم، بتدخلي عليه قصص جديده وهذا عالم الجمال بالنهايه، يعني عالم الابداع. ده كل شيء نحن بنشتغله بابداع بنقدر نطور فيه بحياتنا. نتمنى لك هيك كل التوفيق ونشوفك خلينا نقول مصممه عالميه. بدك احلى من هيك؟ عندها طموح مرام اليوم. اكيد مرام نتمنى لك التوفيق ودائما هيك بهي الروح الحلوه اللي عم تعطي فيها والابداع والمزيد بالتألق لك. شكرا كثير لحضورك. شكرا لكم ويسعد صباحكم.